علينا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر تغفر فيه السيئات وترفع فيه الدرجات وتتنزل فيه الرحمات، في كل ليلة منه عتق من النار، فطوبى ثم طوبى لمن تعرض لنفحات ربه وجودها وإحسانها، عسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد سعادة لا تشقى بعدها أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: إذ دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. كل عام وكل الأمة العربية والإسلامية بألف خير، وكل عام والأردن بألف خير بمناسبة الشهر الكريم. نطلع عليكم ببرنامج في رمضان رح يستمر معكم خلال طول شهر رمضان، برنامج قعدة ستات على شاشة قناة الحقيقة الدولية. رح نطلع عليكم من خلال شاشة الحقيقة الدولية، شاشة كل الأردنيين، ببرنامج أسري منوع خلال شهر رمضان، برنامج قعدة ستات، برنامج منوع رح نتعرف فيه فقرات منوعة، فقرات طبخ، تغذية، رياضة، داعية إسلامية، رح نتعرف فيه أشياء بتهمنا في خلال شهر رمضان المبارك. رح نتعرف إحنا وياكم على هذه الفقرات بعد شوي. قعدة ستات. يسعد أوقاتكم كل مشاهدين برنامج قعدة ستات في أول يوم معنا برمضان. قعدة ستات رح نتعرف من خلاله على مجموعة صبايا قاعدين معنا، رح نتعرف عليهم، رح يكونوا موجودين دايما معنا. يسعد أوقاتكم ويسعد أوقات كل مشاهدين قناة الحقيقة الدولية. يسعد أوقاتك الشيف منال العنبتاوي اللي رح تكون معنا كل يوم، رح تعمل لنا طبخة مميزة، ممكن هاي الطبخات التقليدية اللي احنا بنعرفها وطبخات جديدة وأشياء ممكن كل يوم تتعرفوا من خلال منال على وصفات كتير منوعة وحلوة. وبعد هيك معنا ضيفتنا الثانية اللي رح تكون هي المهندسة إيناس الفرخ، هي خبيرة تغذية لحتى نكون كلياتنا متكاملين مع بعض. رح تحكي لنا عن السعرات الحرارية، أهمية الفيتامينات، كيف نقسم وجبات الطعام اليومية. كلياتنا رح نكون طبعا بالقعدة هاي نتعرف أكثر، وإحنا لإلنا هذه الأشياء رح نستفيد منها برمضان هذه السنة. ورح تكون معنا ضيفتنا لليوم الداعية الإسلامية نعمة فراش، رح نتعرف من خلالك على مواضيع كتير الناس بتتداولها وبتهتم فيها بالأخص بأول يوم رمضان اللي هو اليوم، وكل عام وكلكم بألف خير وإن شاء الله ينعاد علينا بصحة والسلامة. أهلا وسهلا فيكم ببرنامج قعدة ستات. أهلا وسهلا فيك قعدة ستات. ورجعنا لكم بعد الفاصل لنتعرف مع الشيف منال على ايش طبخت لنا اليوم وايش الوصفه اللي رح تقدم لنا اياها اليوم. يسعد اوقاتك منال، تحكي لنا ايش اليوم عملت لنا بهذه الفقره. يسعد مساكم جميعا، ان شاء الله رمضان خير على الامه الاسلاميه جميعا. وانا اليوم عامله مقلوبه الكل بيعرف اكله معروفه بس بلمساتي معروفه وعامله شربه عدس ان شاء الله وفتوش والحلو هريسه بإذن الله، وإن شاء الله أكون خفيفة ولطيفة عليكم. أكيد إن شاء الله روحك الحلوة ويعجبكم إن شاء الله. أكيد طبعاً هاي الطبخات اللي رح نتعرف عليها ورح نبلش فيها هلأ كمان شوية. أكيد إيناس رح تحكي لنا قديش الواحد بهاي بالأخص شوربة العدس. إحنا بنعرف إنه بالأردن شوربة العدس إشي أساسي موجودة على السفرة بالأخص في بداية رمضان، فرح نحكي أكتر عن الأشياء المفيدة، الفيتامينات طبعا، البروتينات، قديش فيها سعرات حرارية هذا الأكل اللي رح نعمله بالأخص إنه في حلويات اللي هي الهريسة. فرح نتعرف معاكي إحنا والشيف منال على طبختنا لليوم. رح نروح هلا ونبلش إن شاء الله. قعدة ستات. نحن هلا موجودين بمطبخ منال لنتعرف اكثر على طبخه المقلوبه. هاي المقلوبه موجوده بكل بيت اردني صح، بس بمطبخ منال راح تكون بلمساتك الخاصه حبيبتي ان شاء الله. نعرف اكثر على مكونات المقلوبه بالاخص انت اليوم عملتها بلحمه اكثر الناس بتعملها بدجاج، فرح نتعرف معاكي على المكونات. انا بالذات مقلوبه البتنجان لازم لحمه، بحبها بلحمه، فانا عشان ضيق الوقت فسلقت اللحمه. فلما تسلق اللحمه بتحطي عليها ورق غار وفلفل اسود وبصل وملح وزيت زيتون طبعا الكميه بالنسبه لورق الغار بدك تقولي 3 ورقات، هال 6 7 6 حبات، ملح بعتقد معلقه كبيره،
فلفل اسود معلقه صغيره. والحلو في الموضوع ان ورق الغار بيصير بيزيل السائل. طبعا طبعا طبعا. وبصله وزيت زيتون، اهم شيء زيت الزيتون انا بالنسبه لي. اكيد كل شيء لازم يكون صحي، بالاخص نحن برمضان انه الواحد بيصوم 16 ساعه باليوم، فلازم ياكل وجبه صحيه متكامله. بالضبط. يعني تحتوي على البروتينات، فيتامينات، كل شيء لازم يكون متكامل على وجبه. صح. هلا عشان الوقت كمان قليت البتنجان، انا البتنجان كيف بعمله؟ بملحه بعدين بقليته، يعني بتركه 3-4 ساعات بتنزل ميته بعدين بقليه. فهلا رح نبلش اول شيء. تفضلي. منيح انه لما نملح البتنجان هيك انت تطلع ميته، لما اجي اقليه ما رح يمتص كميه. بالضبط. كثير. صح. هاي طريقه منيحه. كميه بالضبط، السعرات بتقل. مزبوط. فهي طريقه منيحه، بيكون اكل صحي اكثر. صح. فهلا رح نشغل تحت المرقه. انا عندي طريقه بمقلوبه البتنجان خاصه، ما بعرف. لازم طبعا انا على عشان تعرفوا كل شيء. بحط بالبتنجان، بحط هيك شيء 10 حبات وبغليهم مع مرقه اللحمه. ليه؟ عشان تعطي نكهه البتنجان. لما بتعطي نكهه عن جد لما بتعطي نكهه البتنجان بتحس الرز طعمه في بتنجان غير البتنجان اللي جوا. هيك النكهه بتاخذ بعض. بالزبط. الواحد عنده طريقه. بالضبط. هلا بنتركها تغلي وبنطبق البتنجان، لانه احنا اوريدي اصلا سالقين وعاملين، فبدنا نبلش. بالضبط. اكيد عشان الوقت. بتاخذ وقت لما تسلق الدجاج او اللحمه؟ هلا شوفي، انا اللحمه صراحه فعليا بسلقها بطنجره الضغط، بحس انه بتخلي ضغط خليها تستوي اكثر. تستوي وبعتقد انها بتحفظ الفيتامينات وهالقصص. مش متاكده من الموضوع. انت لو غليتيها على طنجره عاديه مع مي ممكن تروح فوائدها مع المي، ممكن تخسري. بس اذا بطنجره الضغط هيك بتحافظي على الفيتامينات. بحس انه عن جد بتفرق. رح نحط فلفل فلفل مشكل على الرز. طبعا احنا حاطين على اللحمه فلفل اسود وفلفل مشكل زي ما حكينا اول. رح نحط بهار اسود وشويه ملح. طبعا ما رح نكتر الملح عشان الواحد بيكون برمضان مو عارف حاله. بالضبط. صح. بالضبط. واحسن يكون قليل الملح عشان ما يطلع الاكل مالح. برضه هو اذا كترتي الملح هيك بتعطشي، فاذا يعني قللتي انت في فتره الصيام والدنيا صيف فتقليل هي طبعا اكيد. هلا هي الطنجره رح نبلش. طبعا ما رح احط اول شيء رح احط طبقه من الرز. الكاميرا جاي هون. بليز البندوره. اكيد طبقه بندوره. وبندوره اهم شيء البندوره. خلينا نحكي عن البندوره. هلا البندوره هي فيها فوائد لعن كثيره، وخاصه لونها الاحمر. لونها الاحمر هذا بيجي من ماده الليكوبين اللي هي بتتميز فيها البندوره، وهي هاي بتحمي من السرطانات، سرطانات يعني انواع السرطانات، وهي كثير بتعتبر من مضادات الاكسده. حلو كثير. البندوره لها كثير فوائد. اكيد. وهي اصلا صيفيه، يعني هي كميه المي هاي 90% تقريبا منها مي، فهي بتخفف العطش. والحمص، الحمص كثير شيء مهم صراحه. كثير بالذات مقلوبه البتنجان. هاي غريبه. هلا الحمص هو طبعا هو نوع من البقوليات. البقوليات معروفه بانها بتحتوي على بروتينات نباتيه. بنعرف انه البروتينات هي نوعين، في بروتينات حيوانيه اللي هي باللحمه، والبروتينات النباتيه اللي موجوده بالحمص. قد ايه كميه الحمص ممكن؟ لانه في ناس ممكن يصير معاهم نفخه من خلال البقوليات، فقديش هي اذا كانت مع الطبيخ فانت بتاخذي كميه، يعني ما رح تكون كبيره، ما رح تعتمد لك نفخه. اذا حطيتيها مع طبيخ او مع اكلات فانت ما رح تتاثري بهاي الناحيه. هلا بدنا نحط البتنجان. نص كاسه حمص حطينا، وبندوره 4 حبات بندوره. انا عم بعمل كاستين رز. كم شخص هذه الكميه؟ بتكفي 3 أشخاص لـ4 حسب. بس برمضان الأكل مش كتير، لأنه في شوربة وفي فتوش، مش هياكل واحد كتير، فبعتقد إنه رح يكفي 4 وزيادة كمان. إذا كان أكيد. عندك ناس أكتر فأنت بتزيدي برمضان. أصلاً برمضان أنت بتشكلي، يعني سبحان الله الواحد نفسه بتشتهي أشياء كتير، فمنشكل ما عندنا مشكلة. هو التنويع حلو طبعا. التنويع في الاطباق بتاخذي من اكثر من ماده، من اكثر من فوائد متنوعه. انا بالنسبه لي لازم البتنجان يكون كثير.
كم بتنجان استخدمت؟ صراحة حطيت 3 بتنجانات كبار. هذه مقلوبة لحمة على باذنجان. باذنجان بالضبط. واللحمة كيلو لحمة حطيت أنا عشان كاستين، مش عاملة أكتر. طبعا هي نوع لحمة طبعا بروتين. قد ايه لازم تغلي الباذنجان؟ يعني بده تحسي انه بلش الباذنجان انه يعني يبعد عن بعض، يتفتفت زي ما بنقول، عرفتي؟ هلا الرز، يعني بنحط طبقه رز، طبقه بندوره، طبقه باذنجان، رز هيك. طبعا اذا نحكي عن الرز، هو الرز هو اساسي، يعني هو نوع من النشويات. بنعرف كلنا الهرم الغذائي عندنا في القاعده هي النشويات، من ضمنها اللي هي الرز. يعني لازم تكون تقريبا كميه منيحه اللي هي بالقاعده، يعني كميه منيحه من النشويات اللي هي هون اساسا. هلا نحن كل يوم برمضان عم ناكل افطاراتنا اغلبها موجود فيها دائما الرز، شيء دائم. صحيح. قديش ممكن الواحد ياكل حصه من هذا الرز؟ هلا شوفي، هلا كل انسان يحسب لصحنه 8 معالق رز، هاي تقريبا تعطيكي معالق كبار ولا صغار؟ لا طبعا 8 معالق كبار، يعني 8 الى 10 هذول 8 كبار رز، هيك تعطيك احتياجاتك، بتكون كافيه. بدي احكي شغله، الرز للمقلوبه اللي هو المصري. حلو. يعني بالذات مش اي نوع رز نستخدم، المصري اللي هو سان وايت او المصري اللي بحب. بس يعني بالذات المقلوبه، اي نوع من المقلوبه يفضل يكون المصري. لانه هو طعمه ثانيه صراحه. فهلا مستنيين المرقه لازم تغلق. رح نعمل بهاي الوقت شوربه العدس، عشان برضه مكونات شوربه ناخذ شوربه العدس عباره بصل وزيت زيتون، هي اصلا اول شيء زيت الزيتون فيها. حلو. وكركم، الكركم طبعا كثير شيء كثير مفيد. هو بس بيعطي لون، بس هو بالني عن جد كثير مفيد. البهارات هاي الملونه هي لها فوائد، يعني بتعطي مضادات اكسده، اذا انضافت على الاكل هي منيحه. اليوم رح نعمل شوربه العدس التقليديه، مش اللي بتضيفوا عليها جزر. بالضبط، هي التقليديه. رح نبلش. اوكي، البصل لازم يكون ناعم مفروض طبعا، وانا اوريدي قلبته شوي زيت زيتون عشان ملحق بزيت زيتون. هاي طبعا بدنا نحكي عن الشوربات اللي هي ضروريه اللي برمضان، يعني لازم طبق الشوربه هذا يكون موجود على المائده عند الافطار، انها هي كثير انت بتكون كثير لازم، لانه بتبلش اكلها باي وجبه ثانيه رئيسيه قبل التمر او العدس. لا طبعا بدك انت ترتبي. هلا الانسان بيكون صايم 12 ساعه، بيكون معدته فاضيه، بدها لما تستقبلي الاكل تدخلي عليه الاكل بالتدريج، نبدا بالتمر اللي هو بيكون فيه سكريات عاليه. كم التمر لازم الواحد يفطر عليه؟ يعني 3 تمرات انه جيد. بعدين نبدا بالشوربات. كركم صراحه بحط لها ناجي انا. كم مكعب لازم نحط؟ يعني هم بدنا ننتبه، هي منيحه يعني واحد كنكهه يعني. بالضبط، واحد منيح. بالضبط، وملح طبعا. مكونات شوربه العدس، حطينا بصل وزيت زيتون، بصل طبعا مفروض ناعم. وحطيت قديش كميه العدس؟ حطيت هون كاستين عدس. كاستين عدس، قد ايه بتحطي لهم كميه؟ حطيت بصلتين، وصراحه المي يعني حسب ما هي يعني بتشوفيها، هي نشويات. العدس نشويات؟ لا بروتين، بس بقوليات. سوري، بس نوع بروتين تمتص المي قصدك؟ تمتص المي. بالضبط. صح، يعني لقد ما حطت مي تشرب. صحيح. يعني انا ما بحط لها طحين ولا بحط لها اي شيء، لحالها رح تصير هي كثيفه يعني. بالضبط. مزبوط. اوكي، هون عم بنشوف عم تغلى الشوربه اللي فيها الباذنجان. شايفين اهم شيء انها تغلي، تصير النكهه متجانسة مع المرأة. هلا ممكن الناس ما تقدر انه ما بدها تغليها مثلا عادي تحطها؟ هي بيقدروا، بس هي بدك نكهة الباذنجان تطلع، فبتطلع كثير اطيب بالباذنجان المغلي. هاي لما صارت شوف المنال. نقلب شوي. بس بدي احكي عن البصل، انه احنا شايفين الشوربه فيها كمان انواع خضار، البصل اللي هو كثير مهم، بيحتوي على الكروم اللي هو كمان مفيد لمرضى السكريه، يعني اللي بياكلوا بصل كثير كمرضى سكريه ممكن يتظبط السكر عندهم، لانه فيه مواد بتساعد.
تمام، يعني البصل لازم يكون موجود تمام في مائدتنا بكل يوم. البصل شيء كثير مهم، كثير مهم البصل. البصل له فوائد كثير. ليه عم تقول البصل كثير مهم بس انا مو يمكن عن جد كثير؟ لا بس كثير مطهر اصلا كمان. صحيح، هو بيقتل البكتيريا. صحيح بالضبط. قعدة ستات. هلا بدنا نحط المي السخنه ونتركها تغلي. انا صراحه بعملها بطنجره الضغط، بحس طعم العدس بطنجره الضغط شيء خرافي. هي اكثر الاكلات اذا حطيتيها بالضغط بصح بتغير. ما حتى كمان العدس بيطلع كانه هيك بدل ما تهرسيه في الماكينه بيطلع مهروس. عرفتي؟ وفي كثير ستات كمان ما بيقدروا مثلا بيكون مزنوقين بالوقت فبيستخدموا طنجره الضغط كثير اسهل. توفر وقت. بالاخص صح احنا بنروح بكير برمضان هلا بس انه المشكله الواحد بيكون تعبان يا دوب بده يرتاح ويقوم ويعمل الاكل فطنجره الضغط كثير سهله. كثير بتسهل. سهل كثير. قد ايه لازم نحطها بطنجره الضغط؟ هلا بطنجره الضغط بتاخذ ثلث ساعه. وبدون طنجره الضغط؟ بدها ساعه. بدها. اسرع طريقة. اسرع طريقة طبعا. كل شيء بالضغط اسرع. رح نتركه. على نار عالية ولا؟ لا عالية عادي بس تغلى شوي بيطلع الصوت من وقته. هلا رح نرجع للمقلوبة. غليت. هلا حطينا الرز وحطينا البندورة والباذنجان واللحمة طبقات. هلا رح نحط الشوربة مع الباذنجان. شوية رز، بعدين بندورة، بعدين حمص، بعدين البتنجان، بعدين اللحمة، بعدين الرز. وهلا رح نحط المرق. المرقة تبعت اللحمة صح؟ بالضبط. هلا أنتِ بتصفيها قبل؟ طبعا صفيتها قبل ما أحط مرقة البتنجان، بصفيها من البهارات، من الورق غار ومن الهيل ومن كل شيء، والبصل. وهلا كم غلي لازم نغلي اللحمة قبل؟ اللحمة بالطنجرة الضغط تقريبا نص ساعة بتاخذ. لو مش طنجرة الضغط بتاخذ لها ساعتين. بالراحة. هلا رح أدير ولو انداروا البتنجانات طعمهم بيطلع أطيب. شفتي لون البتنجان كيف؟ المرق كيف صار؟ صارت لونها كثير حلوة. لونها نفس اللون. نفس لون البتنجان. هلا رح نسكر عليها ونتركها تاخذ لها تقريبا نص ساعة. عبيت أن تستوي الطبخة اليوم العدس والمقلوبة إيش بحضر لنا كمان؟ رح نعمل الفتوش. والفتوش برضو ما بيخلق أي بيت برمضان طبعا. من الفتوش بس أساسي. مع وصفات منال رح يكون إشي أكيد غير. إن شاء الله. قعدة ستات. ورجعنا لكم من جديد لنكمل برنامج قعدة ستات على شاشة قناة الحقيقة الدولية لنعرف الجانب الديني اللي الكل بهمه بخلال شهر رمضان المبارك. وكل عام وكل المسلمين والأمة العربية بألف خير. سعد أوقاتكم معنا لليوم ببرنامج قعدة ستات لنتعرف أكثر. كتير أسئلة الناس عم تسألها بالأخص بداية شهر رمضان وحابين نعرف أكثر اللي هو الجانب الديني. كيف الواحد ممكن انه باول يوم رمضان الاشياء المميزه وبما انه هذه السنه عم بنصوم برضه 16 ساعه باليوم فكيف الواحد ممكن يقضي يومه باشياء الدينيه؟ كيف يقسم وقته؟ كيف يتقرب الى الله اكثر؟ وكيف يكون صيامه هذه السنه جدا مميز؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله الصيام الناس بتستناه زي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يدعوا 6 أشهر اللهم بلغنا رمضان. يعني أنت لو تتساءلي ليه كان الصحابة يدعوا اللهم بلغنا رمضان قبل 6 أشهر؟ هل هو تحضير مسبق بالأنفس؟ هل هم فاهمين شو هو رمضان بالنسبة لأنفسهم ولربنا وكعبادة وكروحانيات وكدرجة وكرفعة وكعزة وكتغيير؟ أنا بتمنى إنه كل كلمة عم تنحكى يتركز عليها أكثر لأنه الصيام مش إعادة أرجع عيد سنة صيام شهر وبس وما إليش دخل شو صار عند ربنا من درجات أو حسنات أو رفعة يعني أو تغيير يعني عليك. أنا بتمنى الصيام ينفهم بطريقة ربانية
بطريقة النفس، بطريقة القرآن، بطريقة السنة، مش بطريقة العبادة أو الفرض أو العادات أو التقاليد، وبالآخر أطنشه بعد رمضان صيامي ما عرفش وين سرت مع ربنا ولا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا مع نفسي بالتغيير. هل رمضان إجا يغيرني ولا إجا بس يمنعني؟ كلمة كتير حلوة، يغيرني ولا يمنعني؟ هل يغيرني عن سلوك سواء بالعصبية أو مثلا في ناس كتير بالكلام الأرضي أو بالسلوكيات والأناة والتروي والرفعة والعزة والقوة والوصول؟ يعني قديش أنا بدي أغذي نفسي برمضان؟ قديش بدي أغذي روحي برمضان؟ وقديش أنا بعرف إنه هذا الشهر قديش شهر فضيل، أيوة، وقديش إنه الواحد لازم يقضيه بعبادات وفرصة. يعني كل الأشياء اللي بنعملها طول السنة، صحيح، يعني بهذا الشهر قديش إنه ربنا رحيم لإلنا بيغفر لنا كل أخطائنا. صحيح. يعني عليك عاد عن ذلك إنه أنا إلي 11 شهر عم بأكل، خليني شهر ما أكلش وأحاول لأكل تاني، لأكل تاني، غذاء تاني. يعني هذا الشهر عند ربنا لما ميزوا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني غذاءكم قرآن. قعدة ستات. طبعا انت هلا لما تنتنعي عن الاكل، احنا بالايام العاديه لما ناكل تقريبا 10% من الدم بيروح للمعده عشان يهضم، فهلا لما انا خلال فتره الصيام انا هاي 10% قللتها، فهيك انه بخفف عبء على المعده، بخفف عبء على القلب، القلب ما رح يضطر يضخ الدم عشان على المعده عشان تهضم. انت هيك ريحتيه وخليتيه في فتره يرتاح فيها. هي كمان انا بحكي لكل حدا مسلم مؤمن تقي حابب يتميز في رمضان، يفكر أنا السنة رمضان كيف عندي لله؟ هل هو أكل وشرب ولا أفكر بالأكل والشرب؟ ما هي مشكلتنا. أنت تطلعي تمنعي عن الأكل والشرب لا تروحي تفكري بالأكل والشرب بالفعل والحلويات وبعديها بعد العشاء وبعديها لنص الليل وبعديها سحور إحنا شلناه بنهار لنحوله ليل، صحيح، ولا إحنا شلناه بنهار والليل لأروح بنفسي بالغذاء الرباني. إيش كانوا يعملوا سواء رسولنا صلى الله عليه وسلم أو الصحابة في رمضان؟ كان أكلهم القرآن ما شاء الله. يمكن نحكي هاي الكلمة أكل شوي. كيف الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة كيف استقبلوا رمضان؟ يعني عليك كان عليه الصلاة والسلام قال كنت أتدارس القرآن في رمضان مع جبريل. طب وين أكلك وشربك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في الأيام العادية كان بضع لقيمات، تمر، إن لم يجد ماء، لبن، فما بالك في رمضان؟ يعني يطعمني الله ويسقيني. ليه؟ لأنه النفس إلها غذاء يا جماعة الخير، إلها غذاء. عم بستنى رمضان، النفس بتستنى رمضان حدا يغذيني غذاء رباني، غذاء القرآن، غذاء التدارس، غذاء الفهم، غذاء الروحانيات، غذاء السعة، غذاء القوة، غذاء التغيير. أنا بدي أعمل تغيير في رمضان. ليه؟ كل سنة يعرض عليك في رمضان فتنة أو امتحان أو بلاء لتغيريه للسنة الجاي. عشان هيك لما كانوا يدعوا الصحابة بلغني رمضان وتقبل مني رمضان إني أنا عملت تغيير يا ربي في حياتي. زي كيف اللي بفوت صف أول ابتدائي صف ثاني بيصير تغييره وفهمه أكثر، وثالث وجامعة بيصير العقل بيوعى أكثر في التغيير. فما بالك لما يكون رباني وروحاني ونفسي وكل مرة بنتبه على حاله. إن أنا مثلا كنت عصبي السنة هذيك، السنة مش حكون عصبي. مشكلة أنه برمضان كمان يعني في حديث نبوي شريف اللي هو للصائم فرحتان، فقديش يعني هاي الأحاديث بخصوص برمضان قديش إحنا بنتشجع إنه نكون حليمين مع الناس، نسامح، مش إنه عم بطلع دائما الأزمة بتكون هلأ وقت الفطور قبل بساعة قديش الإنسان بيتعصب ما حدا بتحمل ما يكون أصلاً هل هو رمضان امتحان رباني للأنفس والسلوكيات والأخلاق ولا هي امتحان للأكل والشرب؟ كل يوم انت حتاكل تشرب بس مش كل يوم حم بتغذي النفس بالقرآن. ففرصة
إنه كان أبو حنيفة يختم ختمة بالليل وختمة بالنهار، معناته ما كان يأكل ويشرب. كانوا الصحابة يتفضوا في رمضان عن كل العبادة. يعني هذه هي كل الاستقبال كان على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، إنهم يكثروا من الدعوات والصلاة والقراءة والتدارس. تدارس يعني هسا في ناس عم تختم 7 مرات و8 مرات و10 مرات. هي مش الفكرة إنك تختم، الفكرة تدارس القرآن. كيف أدارسه؟ أدخل على نفسي أنا شو عندي علة عكس ما طلب مني ربي في القرآن. يعني لما قال الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، لما قال الله عز وجل اصبر صبرا جميلا، هل أنا عندي هذا الصبر الجميل في رمضان مع قلة الأكل والشرب والدخان، وخاصة أكثر الشباب والنساء اللي عم بيدخنوا وبيستنوا يفطروا على دخان؟ تصوري هاي من العادات، تصوري هاي يعني من العادات، هي فرصة عشان يتوقف عن الدخان مش يروح يركض، فرصة أغير نفسي، أغير سلوكي، أغير عاداتي، أغير من الأخلاق اللي مش عاجباني أنا، مش اللي مش عاجب ربنا ورسوله صلى الله عليه وسلم. كلنا نعرف إنه الدخان كمان هو مصدر للسموم، يعني فأنا استغليت النهار عشان أنظف جسمي من السموم اللي كانت خلال 11 شهر، بعدين أروح أعوضها بالليل بالدخان وبعد عن الأرجيلة والسهر بالليل وكأنه مصام وكأنه صحيح. ما أعرف يعني إنه في تنظيف للجسد، تنظيف للعقل، تنظيف. إنه كل الناس برمضان الصبح بتقضيها نايمة، مثلا بتروح على الشغل بترجع بتقضيها نايمة، صحيح. بتقوم بتفطر بتقضيها سهر او شيء زي هيك، يعني انت هيك لازم تعمل اشياء برمضان، يعني غزوات مثلا الفتحات، يعني كثير يعني صحيح كل هي ايوه صار يا نوم بنهار وسهرات بالليل واسمي صايم، وين القران وين الذكر وين التسبيح وين التغيير؟ انا بقول نفسي كل واحد يفهم انه رمضان تغيير، تتغير حياتك من خلال برنامجنا هذا، نحث السيدات والشباب انه انت طلع قدوتنا دائما النبي عليه الصلاه والسلام. كانوا انه برمضان مش هو عباره عن مشقه مثل ما نحن هلا عم بنعانيها، صحيح. فكيف ممكن احنا نحفزهم ويكون عندهم دافع قوي انه هذا رمضان رح يكون بالنسبه لك رمضان غير؟ يعني عليك اول شيء تهيئه النفس. اذا الانسان نوى يصوم، يصوم حب. كلمة بحب الصيام، بحب الصلاة، بحب العبادة، بحب القيام، بحب الصدقة، بحب التهجد، بحب الإحسان، بحب العمل الصالح، كلمة حب. إني أنا أحب الصيام، إذا حبيت الصيام حبدع فيه، زي أي حدا بحب عمل بيبدع فيه بيصير زي موهبة، ما بيحس إنه ثقيل عليه، إيه ما بيحس إنه ثقيل، لأن الآية شو بتقول بسورة آل عمران بسم الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذا أقبلت على الله بعملك حب لله، مش فريضة ولا طاعة ولا واجب ولا أمر، هتحسي إنه في تغيير أكثر. هاي أول شغلة اللي هي التهيئة، الحب، حب الصيام. شغلة الثالثة أنوي التغيير، أنا هتغير برمضان. السنة هديك مرت علي أشياء ما عجبتني بنفسي وتندمت عليها، سواء من عجلة أو نوم كتير أو إفراط في الساعات أو ضيعت ما قرأتش كتير أو ما درست من القرآن، خليني السنة أعمل تغيير لحياتي في رمضان. أنا بقول كل سنة رمضان هي اسمها درجة عند ربنا، اطلع درجة بالأخلاق، اطلع درجة بالقراءة، اطلع درجة بالتدارس. إيش طلع لك من رمضان بعد رمضان رباني بالفهم الحقيقي عن ربنا في الصيام؟ مزبوط. أكيد في بشائر بشرنا فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بالصائمين، إنه قديش لهم حوافز، بالأخص إنه بهذا الشهر إنه نفحات الجنة، يعني أي عمل ممكن تعمله هذا حسنات لإلك طبعاً. يعني عليك البشائر اللي بتحصل بعد رمضان اللي هي التغيير اللي صار وثبت عليه. يعني أنا صبرت، يعني أنا نويت أصبر على أولادي، على بناتي، على الضيوف، على الساعات الطويلة. بعد رمضان حتثبت الصبر، فحياخد درجة صبر. أنا نويت السنة أحسن للناس، كنت زمان مثلا يجي رمضان أزعل من الضيوف وأتضايق وبديش إياهم يجوا لأني صايمة، لأني بدي أعد إشي أكثر. السنة حأحسن بسعة أكبر وحب لله عز وجل، فبتكمل معاكي درجة الإحسان بعد رمضان. أنا السنة كنت محاربة ناس كتير مثلا، برمضان لا
انا حروح اصالحهم واعزمهم واروح عندهم. هي لا صحيح، في رمضان بنصير نعمل العزايم نعوض الاشياء. حلو أيوة. صح، هي كسلت رحمه بعد رمضان خلص يعني عليكي. فهي حلاوه رمضان اني انا اعمل خصله جديده في التغيير واثبت عليها بعد رمضان الى يوم الدين. فايش رمضان؟ فرصه تغيير، فرصه ثبات، فرصة عطاء جديد من رب العالمين، مو فرصة حسنات. انت كلهم عم تاخدي حسنات، بس رمضان اسمه شهر الدرجة. اطلعي درجة بالإحسان واثبتي، اطلعي درجة بالصبر واثبتي، اطلعي درجة بكظم الغيظ واثبتي، اطلعي درجة بالعفو واطلعي. فأنا بتمنى انه قراءتنا للقرآن السنة في رمضان انه ربنا بيحكي معي. إيش بدك تتغير في رمضان وتثبت بعد؟ مش صيام المنع عن الأكل والشرب يا جماعة الخير. مريم ابنة عمران ماذا قال الله عنها بسورة مريم؟ قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. طب حتكلمي مين يا مريم؟ بدل مش حتكلمي إنسيا، أنا حكلم الملائكة، أنا حعيش مع القرآن كأني عايش مع الملائكة، أنا كأني بكلم ربنا بس. وكلم الله موسى تكليما، فكلام ربنا القرآن هو بتتكلمي معاه بكلامه وتفهمي عن ربنا بالتغيير لنفسك. هذا هو رمضان اللي بتمنى كل حدا في هذا السنة حضر رمضان ينوي التغيير، ينوي التغيير بنفسه جواته في أشياء كتير نفسه يتغير فيها بني آدم. فبيجي رمضان هي فرصة للتغيير للأنفس، للعقول، للقلوب، للألسن، للأجساد في الأكل والشرب. أكيد هلأ في كتير ناس مثلاً حثنا الرسول إنه لما نفطر نفطر على التمر، نفطر على لبن، مية، إنه مش ندخل دغري على الوجبة الرئيسية. يعني هذا إشي ديني وبنفس الوقت إشي برضو صحيح. تغذوي صحيح. هلا بالنسبه للفطور انه احنا بننصح زي ما وصانا الرسول انه نفطر على تمرات. تمرات سبحان الله هي مصدر للسكريات البسيطه. طول الصيام احنا بنكون صايمين عن الاكل وجسمنا عم بيستهلك السكر من الكبد. لما نيجي ناخذ هذا المصدر السريع للسكريات من التمر فانت بتعوضي اللي فقده الكبد خلال فتره صيامك. فهيك هو انت بتهيئي المعده، بيستقبل الاكل بشكل اسرع، بتكوني عوضتي ايش خسرتيه خلال اليوم. فهو يعني وصيه يعني التمر هي افضل شيء مع اللبن، يعني وجبه متكامله حتى بيوصفوها بالايام العاديه اللي بدهم يعملوا رجيم وهيك. طبعا هي اللبن هي يعني مصدر للبروتينات ومصدر من الحليب، والتمر هو مصدر للسكريات. فانت اذا هيك اخذتي من مصدرين من المصادر اللي احنا بنحتاجهم هيك انت يعني عملتي تكامل بهذا النوع من الاكل. اكيد له حكمه ربنا والرسول بهذا النوع انه ناكل تمر ولبن بدايه افطارنا، لانه بنشوف احنا لما بنبلش ناكل الاشياء الدسمه قديش بتتعب المعده. صح. حتى لما بتاكل لقمتين او ثلاثه انه انت خلص بتحس حالك مش قادر تكمل، وقديش لازم نقسم هاي الوجبات. قعدت ستات اهلا وسهلا ام ابراهيم، شكرا على الدرس كان ممتع، وهلا بدنا نرجع لمقلوبتنا وعدسنا وفتوشنا. هنعمل الفتوش. الله يعافيكم يا ربي. الفتوش عبارة طبعا عن خضرة خس. كل واحد له طريقته بالفتوش. بالفتوش صح، الفتوش كتير وصفات صراحة. هلا أنا بطريقتي بالخس بحب أعمله بعد ما أغسله أحطه بهاي. هاي بتصفي المي وبتخليك يعني كريسبي، يعني إنه بيقرمش نقول. لما بيقرمش بيطلع هيك يعني بيقرمش، يعني كيف بدي أقولكم، بتحسي انه في قرمشه هيك زاكيه كثير. فبنغسله وبنحطه بهاي بنحطه بالثلاجه. هلا ممكن يقطعوها عادي؟ طبعا اكيد بضل محفوظ حتى. بالضبط بضله محفوظ. خس الافرنجي وهذا ملفوف اللون الابيض واللون الاحمر، بنحطهم معه. بنحطهم معه طبعا هو كل واحد يمكن له فوائده اكيد.
يعني شوفي الفتوش فائدته مش معقوله يعني سبحان الله. في اهم شيء في الموضوع انه في الوان طلع، يعني مثلا عندك هون في الاصفر، عندك في الاحمر، عندك الرمان، عندك المنفوخ، في تنويع في الالوان. هاي الالوان هي عباره عن مضادات للاكسده، هي ضروريه يعني مفيده، يعني كل ما نوعتي في اكثر من لون فهيك بتضمني انك اخذتي اكثر من مصدر، اكثر من فيتامين، وهيك ممكن نعطيها كمان يعني لكل الفئات العمريه بالاخص الاطفال. يعني ما بيشوفوا اكثر من تنوع لون طبعا. فيعني كثير طيب البقله بالفتوش، ورمان اذا بيكون موجود كثير طيب حطه. والله التشكيله حلوه. وغني رمان يعني فتوش غني طبعا لكل مشاهدينا. المكونات رح نعرضها على الشاشه لحتى تعرفوا قديش الكميات اللي احنا بنحطها. هاي الكميه بتكفي لكم من شخص؟ هاي بتكفي 6-7 اشخاص. وهي تشيري توميتو وخيار، بس هون هي استعملت تشيري توميتو وبتصير استعملت بندوره عاديه، بس عشان نفرق انه نفس الفوائد، يعني فكروا مثلا انه هاي بتختلف، هي نفس بس هي بالفتوش تشيري توميتو الطيبه. صح، هي هاي تكون منظرها كمان كمنظر. وفلفل احمر واصفر وممكن اخضر، بس انا ما حطيت اخضر صراحه. يعني قديش باخذ منك وقت التقطيع؟ لا يعني كل الطبخه على اساس انه كوقت ما اخذ وقت كثير عن القران وعن الذكر والتسبيح. صراحه ما بياخذ يعني صراحه برمضان ساعه ونص بالكثير بتكوني عامله وجبتك. قعدت ستات هلا الصوص عبارة عن خل، ليمون، سماق، يعني بدنا شوية حلو طاقة تعطينا هيك دفعة للعبادة إن شاء الله يا ربي. قعدة ستات ورجعنا لكم من جديد لنكمل آخر فقرتنا لليوم، هي فقرة طبق الحلو. وأكيد كل بيت ما بيخلى من الحلو برمضان، بالقطايف، بالهريسة، بغيرها. شيف منال إيش محضرنا اليوم؟ هريسة، رح نعمل هريسة، 3 كاسات سميد خشن، كاسة سكر، أوكي، معلقتين سمنة. السمنة كانت جامدة أو سايحة عادي نفس الشيء، نقدر نستبدلها بإشي ثاني ولا لا سمنة فقط؟ والله هاي الوصفة فيها سمنة، في وصفات ثانية فيها زيت، كل وصفة شكل، هاي الوصفة تحديدا سمنة. وبيكنج باودر، سوري بيكربونات، وكاسة لبن. بس أول بدنا نخلط السكر مع السميد. دائما بس نخلط بالإيد كثير أفضل طبعا، ما بكبتل بكبتلش.
بتبسوهم. هلا بس لو سمحتي حطي لي الكربونه على اللبن. اوكي. حركي لي اياها بليز. الكربونه على اللبن عشان تفور. ايوه. انا رح اصير شيف كمان شوي، رح اتعلم منك. اكيد. رح نحطهم؟ اه لو سمحتي. أوكي. حطي لي اياهم. كلهم كلهم كاملين. اللبن بعطيها تراوة كثير بتطلع طيبة إن شاء الله. وهذا؟ لا هذا المي عشان لما أحطها بالصينية. هلا الصينية إيش حطيتي فيها؟ طحينية، دهنتها طحينية علشان ما تلزق. بالضبط. هلا ممكن ناس تحط زيت أو طحين، بس هي الطحينية أزبط. الطحين بنحط بالكيكات، بس بالهريسه يفضل انه تكون طحينيه. تعطيها نكهه كمان. هلا حطيناها بالصينيه، ولسهوله الفرد بنحط مي عشان بسرعه تمشي معنا. لا قد ايه لازم تكون سمكتها؟ شوفي هذا المعيار يعني بتكون هالقد، مش كثير مش كثير، لانها اصلا رح تنفخ. البيكربونات بتخليها شوي تنفخ. وصفه سهله وما بتاخذ وقت ولا شيء ولا نتفت وقت. هلا مديناها على قد الصينيه بالضبط فيها، علشان هي اصلا بالفرن راح تنفخ. بالضبط. هلا بدنا نحط اللوز، والهريسه بدها لوز بكميه وفيره، يعني كثير عبي لوز. نقدر نحط نوع ثاني من اللوز؟ اللي بحب فستق ممكن، بس اللوز سنوبر ممكن، بس اللوز نكهه ثانيه. بيعطيها لون طبعا. قد ايه لازم نحطها بالفرن؟ لا تشوفيها تحمرت من بتتحمر من الحواف، رح تشوفي الحواف صارت حمرة، ولازم تكون حمرة منيح، مش حمرة شوي، يعني مبين الحمار تاعها، عشان هريسة لازم تكون يعني تقريبا نص ساعة؟ تقريبا. بتراقبيها. وهلا رح ندخلها الفرن. وصحتين وهنا. هلا حمرناها، حمرت. حطيت له معلقة عشان تضلها فيها لمعه. وانا صراحه بحط البتر سخن وهي بتكون سخنه عشان يتشربوا مع بعض. وبتركها وما بقطعها الا بعد شي ثلث ساعه، بتنزل شوي وتولع. وبنهاية مشوارنا اليوم نتمنى انكم استفدتوا من فقرات برنامجنا لليوم، واكيد بحب اشكر فريق العمل اللي صورنا وتعبنا لحتى نطلع هاي الحلقة جدا رائعة وجدا مميزة باول يوم برمضان. اكيد بنشكر الشيف منال العنبتاوي على الاطباق المميزة والمتنوعة والغنية اللي اعطتنا اياها لليوم، واكيد الوصفات الرائعة اللي رح نستمر فيها خلال الايام الجاي. واكيد بنحب نشكر خبيرة التغذية ايناس اللي كانت موجودة معنا واعطتنا نصائح، وما ننسى اكيد الجانب الديني مع الداعية نعمة، بنشكرك كثير لوجودك معنا اليوم. واستنونا ان شاء الله بحلقات قادمة خلال شهر رمضان المبارك، وكل عام وانتم بألف خير.